السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. دونك باقين في إطار المراجعة الشاملة للاستعداد للموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي. دونك من بعد ما خدمنا شوية الفرنسية شوية العربية نرجعوا للرياضيات محبوبة الجماهير. شنو غادي نخدمو اليوم؟ غادي نخدمو جداول التحويلات. جمعتمكم في فيديو واحد، انا متأكدة وعارفاكم انكم مراجعين حافظين الجداول فايتين خدمين تمارين عليهم. في هذا الفيديو غنديرو كمراجعة، تعاود تشوف راسك واش باقي شد الجداول ديال التحويل، حيت كاين اللي كيغلط بيناتهم. الخانات الى قلبتيهم تيمشي لك كلشي خطأ. ثاني حاجة جبت لكم عمليات يعني اللي غيطلبوا منك انكم تحولوها، متأكدة عمركم خدمتوهم، غتخدموهم معايا اليوم ان شاء الله. ولكن قبل بعدا كنعتذر الى كانت الطاقة ديال هذا الفيديو ناقصة شوية، حيت صراحة كنحس بالعيا. زعما الله يحسن عوانكم نتوما اللي كتراجعوا بالنهار وبالليل، صراحة يعني مع الاقتراب ديال الموحد مع الطاقة كتسالى، ولكن هادشي ما كيمنعناش اننا نزيدو نخدمو نزيدو نشجعو راسنا، تكون عندنا طاقة كافية باش ندوزو الموحد. ما تفقدوش الامل، ما تقولوش الوقت راه ما بقاش او لم فات الحال. ما فات الحال على حتى حاجة، لا يفوت الاوان ابدا. دائما هاد العبارة تبقاو ترددوها، راه تقدر في الليله تراجع شي حاجه اللي تحط لك في الموحد، يعني الليله اللي قبل الموحد تقدر تحفظ شي حاجه اللي تحط لك مباشره، وغتقول شو سبحان الله يلاه البارح رجعتها. تفهمنا؟ اذا استغلوا كل دقيقه وكل ثانيه وكل جزء من ثانيه. تفهمنا؟ كذلك غادي نبغي نشكركم على التفاعل ديالكم في الفيديوهات الاخيره. الحمد لله ان هاد الفيديوهات كيعجبوكم بالبساطه ديالها، بالعفويه ديالي، يعني بالبساطه ديالهم والعفويه اللي فيهم. وكونوا متاكدين هذا وعد مني ان هكذا غنبقى. تفهمنا؟ الفيديوهات هكذا غيبقاو بهذه البساطه، بهذه البساطه ديال الفهم وديال الشرح وديال كل شيء. ان شاء الله كيف ما وعدتكم غادي تلقاوني معكم. غادي نحضر ان شاء الله في هاد العطله غادي نحضر الدروس باش نزيد نبحث ونقلب لكم على امتحانات وعلى تمارين. تفهمنا؟ ان شاء الله الشرح غيكون بحال هكذا، كلشي ان شاء الله غادي يكون ساهل. ما تنسونيش طبعا بلي جيم ولي كومونتير الزوينين ديالكم. ندوزو المراجعه على بركه الله. حسبوني بحال اللي جالسه اونفاس معكم كيف ما انا كنحسبكم بلي راكم جالسين اونفاس معايا. اول حاجه شحال كاينين من القياسات في نظركم؟ شحال؟ يلا جاوبوا كنسمعكمش. عندنا اربعه ديال القياسات، اربع قياسات. غادي نكتب غادي نكتبهم باربعه ونكتب الواحد الوحدات ديالهم باربعه. تفهمنا؟ ومن بعد عاد نرجع نخدم كل واحد بوحديتو بجدول التحويلات ديالو بالتمارين ديالو. تفهمنا؟ باش ما تخربقوش، يعني كتذكير شنو خاصكم تكونوا عارفين انه كاينين اربعه ديال القياسات. اربعه ديال القياسات. اول قياس قياس الاطوال، ياك؟ قياس الاطوال شنو الوحده الرئيسيه ديالو؟ هي المتر، ياك؟ اذا الوحده الاساسيه هي المتر، يرمز لها ب ام، حيت بالفرنسيه متر. تفهمنا؟ كناخذو الحرف او الكونسون الاول. ندوزو لثاني قياس، هو قياس الكتل. اذا قياس الكتل شنو الوحده الاساسيه ديالو؟ نعم تري بيان، الغرام. الرمز ديالها هو الجي، غرام غرام. ثالث قياس، قياس المساحه.
شنو الوحده الاساسيه او الرئيسيه ديال قياس المساحه او قياس المساحه؟ هي المتر مربع. الرمز ديالو ام او كاري، متر او كاري. تفهمنا؟ يلا ندوسو رابع واخر قياس اللي هو قياس السعات. اذا قياس السعات الوحده الاساسيه ديالو هي اللتر. حسن جدا. الرمز ديالو ال، لتر لتر. اذا قياس الاطوال هي ملي كنقيسوا الطول ديال شي حاجه، طول المسطره، طول الهاتف، طول ياك. قياس الكتل، الكتله شي حاجه، يعني الكتله ديالها. قياس المساحه، المساحات الشاسعه. قياس ديال الارض، قياس ديال تفهمنا اراضي زراعيه. وقياس اللي وقياس السعات هي قياس ديال السوائل، يعني الماء، الحليب، الزيت، باللتر. كيتقاسوا باللتر. من بعد ما عرفناهم بربعه وتذكرناهم وعرفنا الوحده الاساسيه ديالهم، غادي ندوزو كل واحد نديرو ليه جدول التحويلات ديالو. غنوريكم طريقه سهله بلا حفاضه بلا والو، عمركم ما تغلطوا فيهم، ونخدمو كذلك امثله عليه. صافي يلا ندوزو دابا القياس. نبداو بقياس الاطوال. بالنسبه لجدول التحويلات ديال قياس الاطوال، فيه سبعه د الخانات. عقلوا سبعه د الخانات في الطول، سبعه. عقلوا على سبعه، سبعه ديال الخانات. بحال مثلا تقدر تعقل عليها بسبع ايام، سبعه ايام في الاسبوع كاينه سبعه ايام. عقل على سبعه. صافي عقل على سبعه. دائما باش بغيت تعقل على شي رقم حطو على ارض الواقع، مثلا سبعة سبع ايام. تفهمنا؟ سبع ايام في الاسبوع. اذا قياس الاطوال فيه سبعه د الخانات، غنرسموهم ياك. دابا نعمروهم. دابا هما سبعه، الا قسمناهم على النص ثلاثة ثلاثة كتبقى لي واحد الخانه الوسط ياك. ثلاثة وثلاثة كتبقى لي الخانه الوسط. هذيك الخانه الوسطانيه هي اللي تحط فيها الوحده الاساسيه او الرئيسيه اللي هو المتر. اذا المتر ياك. بدا تعمر الجدول من اليمين، اليد اللي كناكلو بها اليمين ياك. غادي تحط هنا 10 100 1000. وردوا معايا البال الطريقه 10 100 1000. رجعوها ليا بالفرنسي. 10 هي 10 باش كتبدا بالدي ياك، نحط الدي هنا. و 100 100 باش كتبدا سي، حط سي هنا. و 1000 هي 1000 باش كتبدا بام، نحط ام هنا. ومن بعد شنو غنحط ليهم؟ الوحده الرئيسيه اللي هي المتر. متر متر متر. شنو كيولي عندنا؟ المتر، ديسيمتر، سنتيمتر، والمليمتر. فهمنا؟ سالينا من الماء اليد اللي كناكلو منها. نرجعو دابا لليسار. الاول اول خانه، عقلوا عليا، تفكروني في امتحان، سميتي كوثر. باش كتبدا سميتي بالكا، دير كا هنا ياك، دير كا تما. عاوتاني حدا الام قبل منها، هانتوما دابا هذه هي الرئيسيه. دابا هنا درنا الدي، حتى هنا كندير الدي، ولكن باش ما يتغلطوش كنزيد عليها ا دا. عقلوا عليها دا وكا. زيدوا عليها الوحده الرئيسيه اللي هي الام، وهنا الام. كتبقى لي هذه، عقل عليها مثلا اش. شوف كيفاش ديروا تعقلوا على اش، شوف كيفاش ديروا تعقلوا على اش. مثلا الماركه ديال اش ام، هي كتعقلوا على اش ام، ماركه عالميه. اذا عقل على اش وحط اش هنا، وزيد ليها ام ديال الوحده الرئيسيه. هانت عمرتي الجدول بلا ما تحفظ. كيلومتر، هكتومتر، ديكامتر. لاحظ معايا الا ما درناش ا غادي تسمى ديسيمتر، وحنا عندنا ديسيمتر على اليمين. ديكامتر المتر، سنتيمتر ديسيمتر عفوا سنتيمتر، والمليمتر. تفهمنا؟ ندوزو معايا هاد ثلاثة ديال العمليات. لاحظوا، ديروا سكرين، ديروا بوز للفيديو، عاودوا خدموهم، حاولوا تخدموهم
ورجعوا شوفوا التصحيح واش صحيح ولا لا، واللي كان وباش ما كان ردوا عليا في التعاليق قولوا لي راه صحاح او لا لا. لاحظوا معايا اللي كيعطيك بحال هكذا ما كاينش زائد، حيت هو نورمالمون كيكون زائد. مثلا نخدموا هذه العمليه بالزائد، مثلا هذه اصلا يعني مثلا فيها الزائد وهذه ما فيهمش، يلا الزائد شنو كندير؟ كنمشي للوحده، شنو عندي هنا؟ الكيلومتر، ها هي الكيلومتر، وندير نقطه. مي كيكون عندي، ردوا البال مزيان ركزوا معايا، مي كيكون عندي عدد فيه الفاصله كنبدا بالوحدات اللي حدا الفاصله، ماشي ما كنبداش بخمسه، كنبدا بسته، وهاد سته غنحطها في الوحده اللي عطاوني، ها هي سته. ثلاثه نقدر نديرها خارج الجدول وندير لها خمسه حداها. العدد اللي كتكون فيه الفاصله مي كنحطو في الجدول كنحطو بدون فاصله، بلا فاصله، غنزيدو عليها هاد العدد. فين عندي ديكامتر؟ ما نمشيش في نفس السطر، نهبط السطر لتحت ونكتب ديكامتر. اذا عندي كذلك عدد فيه الفاصله، اذا سبعة هي اللي غادي نحطها في الديكامتر، العدد اللي قبل الفاصله غنحط سبعة، واحد وستة وعشرين، ياك. هاد العدد كامل فين فين بغاوه؟ الهكتومتر. اولا نجمع، ندير عملية زائد، ستة جوج سبعة ستة ستة، تفاهمنا؟ اذا هنا ليش بغيتها انا، ليش طلبوا منا نحولوها الهكتومتر؟ فين هو الهكتومتر؟ ها هو. دابا كيبقى ليا واش ندير الفاصله هنا او لا هنا؟ كندير الفاصله على اليمين، اليمين يعني هذا، تفاهمنا؟ اذا هي 66,726، تفاهمنا؟ دوزوا للعمليه الثانيه. اذا لاحظوا معايا العمليه الثانيه فيها عدد في الكيلومتر هكتومتر والمتر، وخصني نحول الديكامتر وخصني نحول الهكتومتر. اذا انا ما نتخلعش، اول حاجه نبدل الديكامتر، ولكن قبل نحط العدد، نوضع الاعداد على في الجدول، ياك. نمشيو للعدد الاول عندي، خصني بغيت نحطه في الكيلومتر. اذا العدد اللي غنحط في الكيلومتر هو هاد خمسة اللي قبل الفاصله، اذا خمسة، واحد جوج خمسة، ياك. نمشي للعدد الثاني 70 هكتومتر، لاحظوا معايا العدد اللي ما فيهش الفاصله الوحدات هو اللي تنحطو في الوحده، الوحدات هذا هو اللي نحطو في الهكتومتر، ها هو الهكتومتر، ونحط فيه. عرفتي هاد التحويلات خصهم التركيز، خص دائما عينك على الجدول وعينك على العمليه باش ما تغلطش. نمشيو ل 160 متر، ها هو المتر، ونحط شنو غنحط؟ غنحط صفر، الوحدات هو اللي كنحطو في الوحده، ودائما في ثلاثه سطوره، ما يكونش كلشي في سطر واحد. ندير الجمع، ما ننساش العدد اللي كيكون برا، واحد واحد عندي جوج، نقدر نحطو كاع انا في نفس الخانه. اذا ليش قالوا لنا نحولوه للديكامتر؟ فين هو الديكامتر؟ ها هو الديكامتر. اذا نحط الفاصله هنا، اذا شنو غيولي العدد؟ 2241، بلا ما نحط صفر واحد، حيت الصفر من مور الفاصله ما تيتحسبش. دابا هاد العدد خصني نحولو للهكتومتر بلا ما نعاود العمليه. انا عندي العمليه هادي، غنحولها للهكتومتر، ها هو الهكتومتر شحال هي؟ اذا الفاصله غتولي عندي هنا، ونحيدها من هنا، اذا غتولي عندي 224.1، تفاهمنا؟ كنتمنى من قلبي يكون هادشي مفهوم. دوزو العملية الثالثة، لاحظوا معايا عندي 25 متر و 104 ديسيمتر و 41 ديكامتر. نبدا هادي في المتر، خمسة هي اللي غنحطها في المتر، 25، كنتمنى يكون واضح. أربعة غنحطها في الديسيمتر، ها هو الديسيمتر، ربعة صفر واحد، 41، إذا واحد هو اللي غنحطو في الديكامتر، واحد وأربعة، نجمع كلشي، أربعة خمسة أربعة أربعة. فين بغينا نحولو؟ طلبو منا نحولو للسنتيمتر، فين هو السنتيمتر؟ ها هو
نزيد صفر، باش نوصل للسنتيمتر نزيد صفر. اذا 4 4 5 4 0 يعني 44540 سنتيمتر. ولا بغيت المليمتر، ها هو المليمتر، اذا نزيد صفر باش نوصل انا للمليمتر. اذا شحال غيبقى يولي عندي العدد 445400 مليمتر. فهمنا؟ كنتمنى من قلبي تكونوا كتفهموا كيفاش تحولوا. اللي باقي ما فاهمش يرجع، كاينين فيديوهات قياس اطول بوحديتو، قياس الكتل بوحديتو، قياس السعه بوحديتو، قياس المساحه بوحديتها. انا هنا في هذا الفيديو غنحاول ما امكن نجمع جزو القياس الكتل، الكتله، الكتله ديال شي حاجه فيها 10 ديال الخانات. عقلوا 10 ديال الخانات. الاساس شحال كيكون عندنا؟ 7. اذا نمشي 1 2 3 4 5 6 7. انا نخدم غير هذا، نخدم نعمر بعدا هاد السبعة. قلنا كل قياس الكتل شحال هو الجرام، ياك؟ اذا 1 2 3 1 2 3 الوسطاني نحط فيه الجرام، ياك؟ قلنا هنا نحطو 10 100 1000. اذا 10 بالفرنسي هي 10 دي، 100 هي 100 سي، و1000 هي 1000 ام. ونكمل بالوحده اللي عندي الاساسيه. قلنا كنبداو بكاوتر كا، هنا قلنا الاساسيه دي، حتى هنايا دي كنزيد لها واحد ا باش ما تكونش بحالها، وهنا نكتب اش ام، يعني قلنا داك اش ام يعني داك المهم باش اي باش تفهموا. احنا عمرنا 7 دغيا، ياك؟ وندوزو على الثلاثه اللي بقاو ليا. قبل مني كاينه نقيطه، قبل مني انا زعما كاوتر، قبل من كاوتر كتكون نقيطه، ياك؟ نقيطه. كيبقى ليا الطون والقنطار. عقلوا دائما الترتيب طون عاد قنطار، اذا طون عاد قنطار. صافي صافي، ها حنا عمرنا 10 ديال الخانات. اذا لاحظتوا معايا هاد الثلاثه ديال الامثله، يلا عملوا بوز، سيروا خدموهم، عملوا محاوله ورجعوا شوفوا النتيجه. يلا نبداو باول عمليه. عندي خصني نحط هاد العدد في الهكتوغرام، الهكتوغرام. اذا عندي عدد بالفاصله، اذا العدد اللي قبل الفاصله هو اللي نحطه في الهكتوغرام. 36 و 89 نحط العدد بلا فاصله، غنزيد عليه زائد. خصني نحط العدد في الديك في الديكاغرام، ديكاغرام ها هي، في شنو نحط فيها هاد الجوج. اذا جوج 8 4، بغيتها انا الكيلوغرام. بعدا نحسب 9 و 4 13، 8 زائد 3 11، 8 زائد 7 15 4. اذا بغيتها الكيلوغرام، الكيلوغرام ها هو. اذا الفاصله هنا، اذا هنا 4، غادي نكتب لكم هنايا الاجوبه 4.513 كيلوغرام. هذه العمليه الاولى. العمليه الثانيه، العمليه الثانيه عندنا العدد الاول في القنطار. اذا 9 هي اللي غنحطها في القنطار، حيت عندي عدد عشري في الفاصله. غادي نزيد عليها العدد الثاني، خصني نحطو في الهكتوغرام، وغنحط 5 اللي غنحطها في الهكتوغرام حيت عندي عدد فيه الفاصله، وندير الجمع. فين بغيت نحولها انا للطون؟ اذا ها هو الطون، لاحظوا معايا، ها هو عندي الطون. شنو غادي ندير باش قلنا نوصلو للوحده المطلوبه؟ خصني نزيدو الاصفار. علاش غندير الفاصله؟ مين نزيد صفر قبل العدد ندير الفاصله، الا زدت العدد، الا زدت صفر من مور العدد ما نزيدش الفاصله. ردوا البال مزيان لهاد القاعده. اذا العدد كيصبح ليا 0.93657 طن. فهمنا؟ دوزوا العمليه الثالثه، لاحظوا معايا، ردوا البال، كاينين عمليات زائد وكاينين عمليات ناقص. ردوا البال مزيان هاد المساله. ردوا معايا، العمليه فيها الناقص، فيها الطرح، قدروا يعطيكم عمليه زائد وقدروا يعطيكم ناقص. يلا العدد الاول في الطن شنو غنحط؟ 8. العدد الثاني في الكيلوغرام شنو غنحط؟ 6. نجمع او لا طرح، ماشي ناقص ماشي زائد زعما.
يلا نسى تليفون ارد هنا 5 نسى تليفون ارد 10 ناقص 5 5 نسى تليفون ارد 10 ناقص 7 3 نسى تليفون ارد 10 ناقص 9 1 5 ناقص 1 4 8 ناقص 0 8. اذا هذا العدد فين غادي نحولو انا للديكاغرام؟ ها هو اصلا واصل للديكاغرام. شنو شحال هو؟ اذا 841335 ديكاغرام. فهمنا؟ لاحظوا معايا بالنسبه لقياس المساحه، قياس المساحة كذلك فيها 7 ديال القنا، الوحدة الأساسية هي المتر مربع. إذا المتر مربع غادي يكونوا هما 7 الخانات، وفي كل خانة فيها 2 خانات. ردوا معايا البال، وفي كل خانة غيكونوا 2، زيدوا خانة أخرى وفي كل خانة غيكونوا 2 بحال هكا. عفوا هادو ما يكونوش مقسومين، فهمنا؟ الوحده الاساسيه هي المتر مربع، عندنا 7 الخانات، 1 2 3 1 2 3 متر مربع. اذا بقينا نحطو هنا 10 100 1000، 10 هي 10، 100 هي 100، و1000 هي 1000. ونكمل بالوحده الاساسيه، قلنا هنا كوتر ك، هنا قلنا الوحده الاساسيه هنا الدي، كذلك هنا الدي ونزيدو لا ا، وهنا قلنا اش ام ياك ديك الماركه، دونك شنو نزيدوها؟ ام مربع، ام مربع متر مربع. تفهمنا هكا؟ تحفظوها. نزيدو دابا نخدمو هاد الخانات. هاد الخانات الوحده الاساسيه واللي قبل منها واللي قبل منها، ثلاثه اللي كيتعمروا، ثلاثه الوسطانيه كتعمر بالار، ار بالار هما الوحدات الزراعيه الكبرى الار. كاين الهكتار والسنتي ار، الهكتار طبعا تيكون على اليسار هكتو ار، وعلى اليمين كتكون سنتيار. صافي الهكتار الار سنتيار. تفهمنا؟ خدو معايا نخدمو، نحاولو نخدمو هاد الثلاثه ديال العمليات. العمليه الاولى في المتر مربع، اذا المتر مربع اذا هنا وحدات عشرات وحدات عشرات وحدات عشرات وحدات عشرات، باردون هادي ما فرقناهاش، وحدات عشرات وحدات عشرات وحدات عشرات ياك. اذا انا المتر مربع غادي نجي نبدا بالوحدات، شنو غنكتب فيها؟ جوج جوج حيت اللي قبل الفاصله. اذا نكتب العدد كامل فوالا ياك. نمشيو للعدد الثاني، عندي في الديسيمتر مربع، هو الديسيمتر مربع نكتب في الوحدات ديالو، شنو غنكتب؟ غنكتب 5 حيت عدد ما فيهش الفاصله. اذا نبدا نكتب بالوحدات، نجمع ليش غنحول الهكتار، الهكتار اذا الهكتار الهكتار غادي نوصل ليه غير الوحدات ديالك، ونعمل الفاصله. قلنا ملي كنديروا الصفر قبل العدد كنديروا الفاصله، هو صفر فاصله. المهم هاد العدد كامل غنحطو هنا 0.320455 هكتار. فهمنا؟ دوزو العملية الثانية. العملية الثانية عندي المليمتر مربع، ها هو المليمتر مربع، نمشي خصني نحط العدد في الوحدات ديالو، شنو غنحط؟ غادي نحط 3 ياك، غنحط 3 حيت عندي الفاصلة. إذا 3 غنحطها هنا، وهاد 62 غنحطها حداها يعني على اليمين. سنين فراغ غادي نحطها كامله فوالا، ونحط في السنتيمتر. ها هي اذا من الصفر خصني نحطو في السنتيمتر، السنتيمتر ها هو الصفر هنا، ونحط حداه 9 5، ونجمع. اذا 2 6، 5 زائد 3 8 9. اذا بغيت انا الديسيمتر مربع، اذا الديسيمتر مربع ها هو، باش نوصل ليه خصني ندير الاصفار، ومن نوصل الوحدات ديالو ندير الفاصله. اذا هو 0.00 9862 ديسيمتر مربع، ما تخلعوش من الاعداد الكبار. تفهمنا؟ نفس القاعده. يلا دوزو العمليه الثالثه، عندي 5.7 سنتي ار، اذا سنتي ار ها هو، غادي نحط فيه 5، غادي نزيد عليه الار
في الوحدات دائما نكتب 4 في الوحدات ونجمع. بغيت انا الهكتومتر المربع، ها هو الهكتومتر المربع في الوحدات، صفر والفاصلة. اذا صفر فاصلة 94,057 هكتومتر مربع. تفهمنا؟ كنتمنى من قلبي يكون هذا الشيء واضح. يلا ندوزو لاخر قياس اللي هو قياس السعات. قياس السعات هو الوحيد اللي عنده غير 6 ديال الخانات، ما عندوش 7. غنقول لكم علاش. يلا نرسمو 6. عرفتي شنو غديروا باش ما تخربوش؟ رسمو 7 الخانات. شوفوا شوفوا رسمو 7 الخانات. ها هي ياك 7 بحال ديما. اذا هنا غنحط اللتر ياك، هنا 10، هنا 100، هنا 1000. اذا 10 هي 10، 100 هي 100، و 1000 هي 1000. اذا ديسيلتر سنتيلتر والمليلتر ياك. هنا قلنا كتكون دي وهنا كتكون دي دي ا. هنا قلنا اش ام ياك، هذيك الماركه اش ام. اذا اش ال ياك الهكتوليتر. انا ما كايناش في الجدول الكيلو لتر، ما كاينش من الهكتوليتر والفوق صافي. اذا هذه كتبقى فارغه اصلا ما كنديروهاش صافي. دونك مسح عليا هذه، كتبقاو لي 6 ديال الخانات. داكوغ، يكون كلشي واضح باش ما نطولش الفيديو. باش ما نطولش الفيديو. العمليات نفس غادي نخدموها بنفس الطريقه ديال 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 المتر وديال المتر مربع وديال ديال الغرام. داكوغ، دونك تلقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم على خير.